فبقى اكلمه فقال لي اغلق لك باب من ابواب الرحمه ابواب الدعاء، حافظ بقى على الباب التاني اللي موجود ابوك. فالحمد لله، الحمد لله رب العالمين. الله والناس تعرف زي ما بيتقال، يعني زي ما حاجات كتيره جدا بنفتقدها ونرجع ندور عليها بعد كده. فالاب والام بيقول حاجه يعني حاجات صغيره قوي يا دكتور، كنا بنحتفل بيها احتفال غريب ليله عاشوراء دي. كرهانا ابويا وامي دائما وابدا انها تقول مثلا البيره ده المنشاوي، فيقول لها لا ده شعيشع، فتقول له لا المنشاوي لا شعيشع، فنقعد نهزر. طب رهنه حطه دلوقتي، وكانت الله يرحمها طول عمرها هي اللي بتكسب، رغم ان هي ما خدتش تقريبا اي قدر من التعليم. في ناس كتير قوي بتدير بيوت وبتطلع رجاله وما خدوش قدر من التعليم، وده اللي احنا بنقوله. اظنها طلبت الفاتحه فنراها الفاتحه هي كلها. الله يبارك لك. ربنا يرحمها ويرحم كل موتانا ويرحمنا بهم على خير. امين. فما كنتش متخيل يعني انها ازاي، فالحمد لله يعني الشعر بيقول الدفن، اني دفنتها والحمد لله. رحت بعد كده عملت مسرح، وكان مسرح المسرحيه اهل بكوات مجيده جدا، وكان فيها كوميديا وكان فيها شغل كتير والكلام ده. يعني اسعد 10 ايام قضيتهم في حياتي في اسكندريه، لاني ما كنتش بفوت فرض في المسجد وبدعي لها، لان انا للاسف الشديد ساعات للاسف يعني بيفوتني صلاه الكلام ده، بصلي في البيت بكسل، بصلي في لوكيشن. فكنت قاعدين في شقه انا وتايسون والاثنين اللي قلت حضرتك عليهم، مأجرين شقه كده لان مش هنقدر في اوتيل لان كان اجرنا قليل جدا، فكنا مأجرين شقه صغيره كده على البحر جنب المسرح جي سويت. فكنت كل يوم انزل اصلي الفرض في الجامع وارجع على الاوضه قافل على نفسي كده وعايش مع امي بقى زي ما بتقال، وارجع اصلي وبتاع. فدخلت سالت الشيخ بتاع المسجد، قلت له انا امي توفت وانفجرت في البكاء يعني وعاوز اعمل اي حاجه. فقال لي المسجد مش محتاج حاجه بس هات لنا شويه لمبات. فرحت جايب شويه لمبات. الكلام ده كان على العصر. على العشاء لقيته بيندهلي. قال لي امك كانت وليه صالحه. فانا بقول له ليه؟ قال لي اقسم بالله يا ابني اللمبات كلها لا على حامي ولا على بارد كلها ضربت في لحظه واحده عشان اللمبات وما تركب. قال لي اللمبات دي من ساعه ما عملنا المسجد مسجد جديد ما اشتكتش. اقول انت ما جبت اللمبات؟ اقسم بالله يا ابني اللمبات كلها ضربت عشان لمبات امك تركب في الجنه. سبحانك يا رب يعني.